تحكي؟ صغيرة وانتبهت. عم تحكي شي غلط؟ أختي؟ ليش هيك مستحي؟ وين الغلط يعني؟ طلع بالمراية متغيرة وقفتك ومورد وشك. لا تقولي هيك شي. رح أجل حسابي معك لبعدين. شش، اكتبوا لكم جايين. شو صافف السيارة هون يا مسعود بي؟ كل هذا من شانك، بتعرفي ما هيك؟ شاهيناز؟ شاهيناز؟ يلا نحن رايحين منشوفكن. الله يبعت لك ولاد الحلال يا حبيبة قلبي. الله يسلمك ستي. خالتي؟ عم قول رايحة، ما بدك شي؟ ماشي. خالتي شاهيناز عم تحكي معك. رح تبقي هون ما هيك؟ ايه منيح لك، انا المسا بشوفك. باي. طيب ليك استني شوي، رح تروحي تشوفي نديم اليوم شي؟ يعني انا بدي روح وما بدي بصراحة، لهلأ حاسة انه غلط روح شوفه بالسر عن مرته. انتي شوفي وحاكي بس، وين المشكلة بهالموضوع؟ طيب يا قلبي عليكي، يعني كل مشاكلك وحاملة همي؟ لو تعرفي شو بحبك، انتي كتير غالية علي يا حبيبتي. يعني كنتي عم تقولي رح نتأخر ولهلأ ما ركبتي؟ يلا أختي. يلا تيسري. حياتي امي اشتريتي لي المجلة تبعي؟ ايه طبعا يا عمري، ما نسيتها. يلا خدي قريها لشوف. بابا وين قاعد؟ بالمكتب تبعه. نديم الفطور جاهز، يلا تعا. يلا جاي. بابا شوف شو جابت لي ماما معها من السوق. حلوة كتير، فيك تقريها بابا كلها؟ طبعا فيني اقراها. يلا تعي اقريها قدامي. شو بك نديم، بنتك صار فيها تقرا بكتب الجامعة اذا بدك. طبعا ما هي بنت ابوها. بابا اسمعني، انا رح بلش اقرا لها عصفور الربيع الجميل. برافو بنوتي الصغيرة، اذا بتضلي هيك رح تصيري تقري الجريدة. عن جد عم تحكي بابا؟ ايه طبعا عن جد. نديم بما انه اليوم عطلة، فيني خلي منال معك اذا ما عندك شي؟ بدي روح لعند رفقاتي. اليوم عندي شوية شغل، خليها تجي معك. Thank you.
ما كان يخلص الشغل عليه يا بيه. يلا شوي ومنخلص. الشاي جاهز. يسلم. صحة وهنا. تفضل الشاي علي يا بي. شو في كمان؟ ما راح احكي مشان ما نرد نتنقر. معلش احكي، حتى هاد ما عجبك؟ الشاي كتير خفيف مثل ال وهدول شو؟ تفضل هات كعك، فيك تاكلهم وقلبك مطمن لانه ما انا اللي عاملتهم. الشي اللي مو معمول بالبيت ما باكله، شي يوم بس تتعلمي تعمليهم باكل. ومين قال لك اني ما بعرف؟ ليش انت عم تتعامل معي بهالطريقة؟ بفكرني لاني مرة ما بعرف اعمل شي؟ ايه، هلا انت عن جد بتعرفي تعملي هيك شغلات؟ مستحيل صدق. المسا رح اعمل منهم ورح اخجلك. يلا هلا فيكم ترتاحوا، واجلوا لي شغلة هالجاج، روحي صارت براس مناخيري. نحن خلصنا. بس تروق اعصابك بتجي وبتاخدي جاجاتك. امشي صبري تقلعنا. جودات؟ جودات؟ ليك وصبري اجا. خير، ليش رجعت؟ ليش ما عم تساعدوه؟ خلصنا شغل. ايه، وعمو علي يحيى وينه؟ عم يتخانق مع الست بالحديقة. كيف تودت حياتي لما جوزوك لعلي يحيى؟ يلي حبيته من لما كنت صغيرة، بس كانوا قريانين فاتحتكم من وقت ما كنتوا صغار. وبعدين ما قدرت أقول لحدا إني بحبه، كنت عم أحاول ما أقول هالشي لحالي، بس مع هيك كنت عم أكبر وحبه كان عم يكبر أكثر بقلبي لحد اليوم. قليلي لشوف حبيبة قلبي، عجبتك السكنة هون؟ إيه كتير عجبتني. أنت تعبتي شي تيتا؟ لا تهزي إذا بدي. يا روحي، خايفة علي أتعب؟ دخيل عينك شو فهماني. حتى لو اجا بابا، جدي ما رح يخليه ياخذني لعنده، مو هيك ستي؟ والله ما بعرف حبيبتي، طولي بالك. أنا بدي أبقى هون على طول. شو عم تعملي؟ عم شربه الحليب تبعه. حاسسته اليوم صار أحسن. ممتاز، لكان إن شاء الله يطيب بسرعة منشان نرتاح من العيشة مع عجل محطوط بنص البيت. بابا، شو رأيك إنك ما تنشغل فيه وتنشغل بشغلات الست مريانة؟ ست عايشة؟ صاير معك شي؟ لا ما في شي. آسفة إذا عم بتدخل، بس مبارح انتبهت عليكي. في شي حابة تحكي؟ ألو؟ مرحبا نديم، أنا شاهيناز. شاهيناز؟ ما كنت متوقع تدقي لي. السلام عليكم. خير، شو بدك؟ يا واطي ليش جاي؟ شو ما قلتوا شو ما عملتوا معكم حق. لهلا عمي علي يحيى ما حكي معي، وطالما ما حكي لهلا يعني القصة كبيرة. خفت روح لعنده. قصدك انك ما بتخاف منه؟ بس منيح اللي بتعرف اخي منيح. بعرف اني غلطت. انا بدي روح اعتذر من عمي. شو عم تعملي امي؟ ولا شيء، قاعدة مع هالحلوة. البنات لهلأ ما رجعوا؟ لا لسه. بابا شوي شوي انت تخبي. يلا اجينا بابا.